بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في سورة الصافات: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. أحسن الله إليك. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. قلتم أحسن الله إليكم: وجعلوا بينه وبين الجنة نسب وبين الجنة نسبا، أي وجعل المشركون من العرب بينه تعالى وبين الجن نسبا وقرابة، وذلك أنهم قالوا إن الملائكة بنات الله وأمهاتهم سروات الجن. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، قيل إن الضمير راجع على المشركين الذين جعلوا بينه تعالى وبين الجنة نسبا، والمعنى قد علمت الجنة أن هؤلاء لمحضرون في العذاب لكذبهم وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم. وقيل الضمير راجع على الجنة أنفسهم، والمعنى قد علمت الجنة أنهم أنفسهم محضرون الحساب، وإحضارهم للحساب مبطل لدعوى النسب والقرابة، وأنه لو كان بينه وبينهم نسب لم يحضروا الحساب. ثم قال تعالى: سبحان الله عما يصفون. سبق في الدرس الماضي أن الضمير أكثر المفسرين على أنه في قول قيل إنهم لمحضرون، يعود إلى الجنة، قيل إنهم لمحضرون العذاب، وقيل إنهم لمحضرون الحساب. أما القول بأنه راجع إلى المشركين، هذا يعتبر قول ثالث، لكن المفسرين عنه في قولان. الفرق بين القولين، بين المحضرون للعذاب أو المحضرون للحساب، ما قولان ذكرهم المفسرون، قرأناهم في الدرس الماضي قبل قطاع التيار. ونحتاج القول الثالث هذا، أنه يعود إلى المشركين، هذا شوف لمن يعزى هذا القول. ثانيا، الفرق بين قولهم المحضرون للحساب أو المحضرون للعذاب. شو كلام المفسرين هنا؟ قرأناه في الدرس الماضي. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، وفي الجنة قولان، أحدهما أنهم الملائكة قاله السدي، الثاني أنهم الجن قاله مجاهد. وفيما علموه قولان، أحدهما أنهم علموا أن قائل هذا القول محضرون قاله علي بن عيسى، الثاني علموا أنهم في أنفسهم محضرون، وهو قول من زعم أن الجنة هم الجن. وفي قوله محضرون تأويلان، أحدهما للحساب قاله مجاهد، الثاني محضرون في النار قاله قتادة. طيب، صار هذا يعني يعد الموردي هذا في تفسير الموردي. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، وفي الجنة قولان، أحدهما أنهم الملائكة قاله السدي، الثاني أنهم الجن قاله مجاهد. وفيما علموه قولان، أحدهما أنهم علموا أن قائل هذا القول محضرون قاله علي بن عيسى، الثاني وفيما علموه قولان، أحدهما أنهم علموا أن قائل هذا القول محضرون قاله علي بن عيسى، الثاني علموا أنهم في أنفسهم محضرون، وهو قول من زعم أن الجنة هم الجن. وفي قوله محضرون تأويلان، أحدهما للحساب قاله مجاهد، الثاني محضرون في النار قاله قتادة. طيب، ما الفرق بين القولين؟ الأول أحسن الله إليكم كان أنهم علموا أن قائل هذا القول محضرون إذا كان عائد على الملائكة، والثاني علموا أنهم في أنفسهم محضرون، وهو قول من زعم أن الجنة هم الجن.
غير وردي قرأنا أيضا بعد. ابن الجوزي يقول ولقد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا فيه ثلاثة أقوال. أحدها أنهم قالوا هو إبليس هو وإبليس أخوان، رواه العوفي عن ابن عباس. قال الماوردي وهو قول الزنادقة والذين يقولون الخير من الله والشر من إبليس. والثاني أن كفار قريش قالوا الملائكة بنات الله والجنة صنف من الملائكة أو الجنة صنف من الملائكة. والثاني أن كفار قريش قالوا الملائكة بنات الله والجنة صنف من الملائكة يقال لهم الجنة، قاله مجاهد. والثالث أن اليهود قالت إن الله تعالى تزوج إلى الجن فخرجت من بينهم الملائكة، قاله قتادة وابن السائب. فخرج في معنى الجنة قولان، أحدهما أنهم الملائكة والثاني الجن. فعلى الأول يكون معنى قوله تعالى ولقد علمت الجنة أي علمت الملائكة إنهم أي إن هؤلاء المشركين لمحضرون النار. وعلى الثاني ولقد علمت الجنة أي إنهم أي إن الجن أنفسها لمحضرون الحساب. طيب الفرق بين محضر الحساب ومحضر العذاب، أليس قد لا يكون مثلا من أحضر الحساب قد لا يعذب مثلا، يعني ما يلزم من العذاب ولا يلزم من دخول النار. حديث عائشة من نوقش الحساب فهو يحاسب حسابا يسيرا. محضر الحساب ها؟ ان كل الناس مثلا ستحاسب. اقول لعل الفرق انه العلم عند الله ان مثلا ليس كل من حضر الحساب انه سيدخل النار مثلا. نفس كلام تقريبا ابن جزي كذلك قال ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. من قال ان الجن الملائكة فالضمير في قوله إنهم لمحضرون يعود على الكفار، أي قد علمت الملائكة أن الكفار محضرون في العذاب. لا هذا غير. ومن قال قال ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. من قال إن الجن الملائكة فالضمير في قوله إنهم لمحضرون يعود على الكفار، أي قد علمت الملائكة أن الكفار محضرون في العذاب. ومن قال إن الجن الشياطين فالضمير يعود عليهم، أي قد علمت الشياطين أنهم محضرون في العذاب. هذا قول آخر يا شيخ. إيش من قال إيش من قال؟ من قال إن الجن الملائكة الضمير في قوله إنهم لمحضرون يعود على الكفار، أي قد علمت الملائكة أن الكفار محضرون في العذاب. ومن قال إن الجن الشياطين فالضمير يعود عليهم، أي قد علمت الشياطين أنهم محضرون في العذاب. هذا كلام ابن جزي شيخنا، لأنه قال إن كلاهما يقضي بعذاب الكفار. نعم. إن من قال إن الملائكة أنهم إن الملائكة يشهدون وأن الكفار سيعذبون. إذا في قول إنه ومن قال إنهم الجن فخلاص إنهم الجن كذلك. والقرطبي إيش قال؟ القرطبي عندي شيخنا هنا ابن عطية قال ولقد علمت الجن أي الملائكة إنهم أي الكفرة المدعين نسبة بين الملائكة وبين الله تعالى محضرون النار يعذبون بما يقولون. وأضيف ذلك إلى علم من نسبوا لذلك مبالغة في تكذيب الناسبين. قال وأضيف ذلك إلى علم من نسبوا لذلك مبالغة في تكذيب الناسبين. ثم نزه تعالى نفسه. قلت بما
القرطبي قال: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. أكثر أهل التفسير أن الجنة هاهنا الملائكة. روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالوا يعني كفار قريش الملائكة بنات الله تعالى. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فمن أمهاتهن؟ قالوا: مخدرات الجن. وقال أهل الاشتقاق: قيل لهم جنة لأنهم لا يرون. وقال مجاهد: إنهم بطن من بطون الملائكة يقال لهم الجنة. وروي عن ابن عباس وروى إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال: إنما قيل لهم جنة لأنهم خزان على الجنان، والملائكة كلهم جنة نسبا أي مصاهرة. قال قتادة والكلبي ومقاتل: قالت اليهود لعنهم الله: إن الله صاهر الجن فكانت الملائكة من بينهم. وقال مجاهد والسدي ومقاتل أيضا: القائل ذلك كنانة وخزاعة. قالوا: إن الله خطب إلى سادات الجن فزوجوه من سروات بناتهم، فالملائكة بنات الله من سروات بنات الجن. وقال الحسن: أشركوا الشيطان في عبادة الله، فهو النسب الذي جعلوه. قلت: قول الحسن في هذا أحسن، دليله قوله تعالى: إذ نسويكم برب العالمين. وقال الحسن قول الحسن وقوله قول الحسن إيه؟ الحسن قال: أشركوا الشيطان في عبادة الله فهو النسب الذي جعلوه. قلت: قول الحسن في هذا أحسن، دليله قوله تعالى: إذ نسويكم برب العالمين، أي في العبادة. وقال ابن عباس والضحاك والحسن أيضا هو قولهم: إن الله تعالى وإبليس أخوان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قوله تعالى: ولقد علمت الجنة، أي الملائكة، إنهم يعني قائل هذا القول لمحضرون في النار. قال قتادة وقال مجاهد: للحساب. الثعلبي وقال الثعلبي: الأول أولى، لأن الإحضار تكرر في هذه السورة ولم يرد الله به غير العذاب. الحافظ حافظ بن كثير الحافظ يقول: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال مجاهد: قال المشركون الملائكة بنات الله. فسأل أبو بكر رضي الله عنه: فمن أمهاتهن؟ قالوا: بنات سروات الجن. وكذا قال قتادة وابن زيد. ولهذا قال تعالى: ولقد علمت الجنة، أي الذين نسبوا إليهم ذلك، إنهم لمحضرون، أي إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال: زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان. حكاه ابن جرير. بس قال سبحان الله ما ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. قيل إن الضمير راجع على المشركين الذين جعلوا بينه تعالى وبين الجنة نسبا. وين؟ لا هذا نبقيها الآن، قولاً معروف الآن. نعم أحسن الله إليكم. والمعنى: قد علمت الجنة أن هؤلاء لمحضرون في العذاب لكذبهم وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم. نعم. وقيل الضمير راجع على الجنة أنفسهم، والمعنى: قد علمت الجنة أنهم أنفسهم محضرون الحساب، وإحضارهم للحساب مبطل لدعوى النسب والقرابة، وأنه لو كان بينه وبينهم نسب لم يحضر الحساب. ثم قال تعالى: فيه القول الثالث أنهم محضرون العذاب، وقيل إنهم نعم نذكر بالقول الأول أحسن الله، إن هؤلاء المحضرون العذاب نذكر بالقول الأول أحسن الله.
القول الأول. نعم أحسن الله إليكم. القول الأول قلتم والمعنى قد علمت الجنة أن هؤلاء لمحضرون في العذاب لكذبهم وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم. طيب هم قولان، بس الضمير يعود إلى المشركين أو يعود إلى الجنة؟ قد علمت إنهم لمحضرون، في عود الضمير. نعم أحسن الله إليكم. ومحضرون قولان، محضرون العذاب ومحضرون الحساب. نعم. أقول نفس أحسن الله إليك من المسألتين. أي يعني يذكر القولان في رجوع الضمير والقولان في محضرون. أي نعم، ذكر ما وردي، ذكر الأقوال في قرأناها يمكن قبل تاتي. شو كلام الماوردي؟ أحسن الله إليك. قال الماوردي في تفسيره قبل عز وجل ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون في الجنة قولان، أحدهما أنهم الملائكة قاله السدي، الثاني أنهم الجن قاله مجاهد. وفيما علموه قولان، أحدهما أنهم علموا أن قائل هذا القول محضرون قاله علي بن عيسى، الثاني علموا أنهم في أنفسهم محضرون وهو قول من زعم أن الجنة هم الجن. وفي قوله محضرون تأويلان، أحدهما للحساب قاله مجاهد، الثاني محضرون في النار قاله قتادة. طيب تبقى عندك، تبقى ما يبقى تبقى. نعم نعم. قوله يعني في قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يعني الجنة اللي هذا الجن ويكون أيضا الملائكة فقط. طائفة من الملائكة جن، قيل الجن وقيل طائفة من الملائكة. الجن يا شيخ دخلت في الملائكة، دخلت في الجن يعني. لا، قيل أن المراد الجن وقيل المراد طائفة من الملائكة سموا الجن. الجن نعم. أحسن الله عليك. ثم قال تعالى سبحان الله عما يصفون، أي تنزه الله وتقدس عن كل ما لا يليق به مما وصفه به هؤلاء المفترون المشركون إلا عباد الله المخلصين. استثناء سبحان الله، سبحان الله عما يصفون، أي تنزه الله وتقدس عن كل ما لا يليق به مما وصفه به هؤلاء المفترون المشركون إلا عباد الله المخلصين. استثناء منقطع من الفاعل في يصفون، أي لكن عباد الله المخلصين، لكن عباد الله المخلصين الذين أخلصوا توحيدهم وعبادتهم لله، فإنهم يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزهونه عما لا يليق به. سبحانه لا إله إلا هو. ثم قال الله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الجحيم. يقول تعالى مخاطبا مشركي قريش فإنكم وما تعبدون، أي فإنكم أيها المشركون وكل ما تعبدون من دون الله، ما أنتم عليه بفاتنين، أي ما أنتم على عبادة ما تعبدون بمضلين أحدا من الناس، إلا من هو صالي الجحيم، أي إلا من قضى الله تعالى عليه في الأزل بأنه صالي الجحيم. يقول تعالى مخاطبا مشركي قريش فإنكم وما تعبدون، أي فإنكم أيها المشركون وكل ما تعبدون من دون الله، ما أنتم عليه بفاتنين، أي ما أنتم على عبادة ما تعبدون بمضلين أحدا من الناس، إلا من هو صالي الجحيم، أي إلا من قضى الله تعالى عليه في الأزل بأنه صالي الجحيم، أي داخلها ومقاس حرها ومقاسي حرها لكفره وظلمه. فهذا النوع من الناس هو من يفتن بفتن هو من يفتن بفتنتكم إياه ويقبل بشرككم وكفركم وضلالكم. فهذا النوع من الناس هو من يفتن بفتنتكم إياه ويقبل بشرككم وكفركم وضلالكم. يعني ما يفتن ويضل إلا من كتب الله عليه الشقاوة وأنه يدخل النار، هذا هو الذي يضل ويفتتن.
نسأل الله العافية. وأما من كتب الله الهداية فلا، فليس لهم سلطان عليه فتنته وضلاله. نعم. إنكم ما تعبدون ما أنتم، أنتم وما تعبدون الأصنام والأوثان وغيرها لا تقدرون على إضلال إلا من كتب الله عليه الشقاوة وكتب أنه يدخل النار. نعم. ثم قال الله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. يخبر تعالى عن ملائكته الكرام أنهم قالوا: وما منا، أي ما منا من ملك، إلا له مقام معلوم، أي مكان مخصوص يقوم فيه بعبادة، يقوم فيه بعبادة لا يتعداه ولا يتجاوزه. فمنهم من هو في السماء الدنيا، ومنهم من هو في السماء الثانية، وهكذا. إيش يقول تعالى؟ يخبر تعالى عن ملائكته الكرام أنهم قالوا: وما منا، أي ما منا من ملك، إلا له مقام معلوم، أي مكان مخصوص يقوم فيه بعبادة، بعبادة لا يتعداه ولا يتجاوزه. فمنهم من هو في السماء الدنيا، ومنهم من هو في السماء الثانية، وهكذا. وإنا لنحن الصافون، أي الواقفون صفوفا في عبادة الله وطاعته، كما سبق بيانه في أول السورة. وإنا لنحن المسبحون، أي المنزهون الله تعالى عن كل ما لا يليق به من الشريك والولد والصاحبة وغير ذلك. وفي هذه الآيات بيان براءة الملائكة مما قاله فيهم المشركون من كونهم بنات الله. إيش؟ أحسن الله إليك. قبل. وإنا لنحن المسبحون، أي المنزهون، أي المنزهون الله تعالى عن كل ما لا يليق به من الشريك والولد والصاحبة وغير ذلك. وفي هذه الآيات بيان براءة الملائكة مما قاله فيهم المشركون من كونهم بنات الله، من كونهم بنات الله وشركاء له في العبادة، لإخبارهم عن أنفسهم بعبوديتهم. يشوف في هذه الآية براءة. أحسن الله إليكم. وفي هذه الآيات بيان براءة الملائكة مما قاله فيهم المشركون من كونهم بنات الله وشركاء له في العبادة، لإخبارهم عن أنفسهم بعبوديتهم لله تعالى، وأنهم عباد الله لا يعصون الله طرفة عين، وأن ليس لهم من الأمر شيء. في هذه الآيات. وفي هذه الآيات بيان براءة الملائكة مما قاله فيهم المشركون من كونهم بنات الله وشركاء له في العبادة، لإخبارهم عن أنفسهم بعبوديتهم لله تعالى، وأنهم عباد لله لا يعصون الله طرفة عين، وأن ليس لهم من الأمر شيء. قال تعالى في الأثر: لا يعصون الله ما، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. نعم. لا شك أن هذا فيه إبطال بقاءة المشركين الفاسد. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. يقول تعالى مخبرا عن مشركي قريش: وإن كانوا، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ليقولون على وجه التمني: لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أي لو جاءنا كتاب أو نبي يذكرنا بأمر الله كما جاء للأولين قبلنا، لكنا عباد الله المخلصين، أي ممن أخلصوا لله في العبادة. وهم كذبة في ذلك، فإنه قد جاءهم أفضل الذكر وأعظمه وهو القرآن العظيم، وجاءهم أفضل المرسلين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كفروا عنادا وكبرا. ولهذا قال تعالى: فكفروا به، أي لما جاءهم وعلم بذلك أنهم متمردون على الحق.
فسوف يعلمون عاقبة كفرهم في المستقبل، وهذا تهديد ووعيد لهم بالعذاب. ولهذا قال تعالى فكفروا به، أي لما جاءهم وعلم بذلك أنهم متمردون على الحق، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم في المستقبل، وهذا تهديد ووعيد لهم بالعذاب. وإن الصلاة وإن نحن مسبحون وإن وإنا لنحن الصافون. أحسن الله إليكم. وإنا لنحن الصافون، أي الواقفون صفوفا في عبادة الله وطاعته، كما سبق بيانه في أول السورة. بالحديث لا تصفون كما تصفون الملائكة عند ربها، إلى وكيف تصفون الملائكة عند ربها؟ قال لا ترصون في الصف ويصفون الأول في الأول، أو كما جاء في الحديث في الملائكة تصف عند رب. نعم. وإن كان يذكرون في تفسير ما منا إلا له مقام معلوم، ذكر القرطبي في آخر التفسير قال وقيل وما منا إلا له مقام معلوم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين المشركين، إلا له مقام معلوم من قول الرسول والمؤمنين المشركين، أي لكل واحد منا ومنكم في الآخر للمشركين. إيش؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين للمشركين، أي لكل واحد منا ومنكم في الآخرة مقام معلوم وهو مقام الحساب. وقيل أي منا من له مقام الخوف، ومنا من له مقام الرجاء، ومنا من له مقام الإخلاص، ومنا من فيه مقام الشكر إلى غيرها من المقامات. قلت والأظهر أن ذلك راجع إلى قول الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم. والبغوي نسب هذا القول لي قال قوله عز وجل ما منا إلا له مقام معلوم، يقول جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم وما منا معشر الملائكة إلا له مقام معلوم، أي ما منا ملك إلا له مقام معلوم في السماوات يعبد الله فيه. قال ابن عباس ما في السماوات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي. ثم قال السدي إلا له مقام معلوم في القربة والمشاهدة. وقال أبو بكر الوراق إلا له مقام معلوم يعبد الله عليه كالخوف والرجاء والمحبة والرضا. قال من خير؟ قال أبو بكر الوراق. طيب نقص على القول الأول. القرطبي ذكر أيضا قال وكان عمر يقول إذا قام للصلاة أقيموا صفوفكم واستووا، إنما يريد الله بكم هدي الملائكة عند ربها، ويقرأ وإنا لنحن الصافون، تأخر يا فلان، تقدم يا فلان، ثم يتقدم فيكبر. هذا عزاه لمن؟ في الحاشية قالوا أخرجه الطبري. لا ما حكم عليه؟ ما حكم وإنا لنحن المسبحون، أي المنزهون الله تعالى عن كل ما لا يليق به من الشريك والولد والصاحبة وغير ذلك. وفي هذه الآيات بيان براءة الملائكة مما قاله فيهم المشركون من كونهم بنات الله وشركاء له في العبادة، لإخبارهم عن أنفسهم بعبوديتهم لله تعالى، وأنهم عباد لله لا يعصون الله طرفة عين، وأن ليس لهم من الأمر شيء. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. يقول تعالى مخبرا عن مشركي قريش وإن كانوا، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ليقولون على وجه التمني لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أي لو جاءنا كتاب أو نبي يذكرنا بأمر الله كما جاء للأولين قبلنا
لكنا عباد الله المخلصين، أي ممن أخلصوا لله في العبادة، وهم كذبة في ذلك. يقول تعالى مخبرا عن مشركي قريش: وإن كانوا، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ليقولون على وجه التمني: لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أي لو جاءنا كتاب أو نبي يذكرنا بأمر الله كما جاء للأولين قبلنا، لكنا عباد الله المخلصين، أي ممن أخلصوا لله في العبادة، وهم كذبة في ذلك، فإنه قد جاءهم أفضل الذكر وأعظمه وهو القرآن العظيم، وجاءهم أفضل المرسلين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كفروا عنادا وكبرا. ولهذا قال تعالى: فكفروا به، أي لما جاءهم وعلم بذلك أنهم متمردون على الحق فسوف يعلمون عاقبة كفرهم في المستقبل، وهذا تهديد ووعيد لهم بالعذاب. ولهذا قال تعالى: فكفروا به، أي لما جاءهم وعلم بذلك أنهم متمردون على الحق فسوف يعلمون عاقبة كفرهم في المستقبل، وهذا تهديد ووعيد لهم بالعذاب. نعم. وإن كانوا لا يقولون، وإن كانوا لا يقولون، أحسن الله إليكم. وإن كانوا، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لا يقولون على وجه التمني: لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أي لو جاءنا كتاب أو نبي يذكرنا بأمر الله كما جاء للأولين قبلنا، لكنا عباد الله المخلصين، أي ممن أخلصوا لله في العبادة، وهم كذبة في ذلك. أساعد. يقول تعالى مخبرا عن مشركي قريش: وإن كانوا، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ليقولون على وجه التمني: لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أي لو جاءنا كتاب أو نبي يذكرنا بأمر الله كما جاء للأولين قبلنا، لكنا عباد الله المخلصين، أي ممن أخلصوا لله في العبادة، وهم كذبة في ذلك. في آخر سورة طه: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. أحسن الله إليكم. التفسير هنا: لكنا عباد الله المخلصين، وكأنه على قراءة الكسر المخلصين، لكم قلتم أي ممن أخلصوا لله في العبادة. ولا إيش؟ لكنا كما جاء أحسن الله إليكم. يقول تعالى مخبرا عن مشركي قريش: وإن كانوا، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لا يقولون على وجه التمني: لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أي لو جاءنا كتاب أو نبي يذكرنا بأمر الله كما جاء للأولين قبلنا، لكنا عباد الله المخلصين، أي ممن أخلصوا لله في العبادة. إن فيها قراءتان، في قراءة المخلصين، قد يقال متلازمان، يعني ما لخصه الله وفقه الإخلاص. شو كلام اللغة ويتكلم عليها الحافظ. أحسن إليكم. القرطبي قال: لكنا عباد الله المخلصين، أي لو جاءنا ذكر كما جاء الأولين لأخلصنا العبادة لله. وكان هنا أيضا فسر على قراءة الكسر. كنا أخلصنا لباب الله غيره. القرطبي حافظ. لا
حافظ شيخنا قال وإن كانوا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، أي قد كانوا يتمنون قبل أن تأتيهم يا محمد لو كان عندهم من يذكرهم بأمر الله وما كان من أمر القرون الأولى ويأتيهم بكتاب الله كما قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. ثم قال أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين، ولهذا قالها هنا فكفروا به فسوف يعلمون، وعيد شديد وتهديد، وعيد أكيد وتهديد شديد على كفرهم بربهم سبحانه وتعالى وتكذيبهم رسوله. المخلصين ما تعرض له ابن كثير قدر مثال زمان قال المفسر رحمه الله المخلصين لعبادته له. المخلص بكسر اللام هكذا فسر المفسر رحمه الله، ولهذا قال العبادة له. المخلصين بالفتح الذين أخلصهم الله واصطفاهم، فصار في المخلصين قراءتان فتح اللام وكسرها، فعلى قراءة الفتح يكون المعنى الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه واصطفاهم، وعلى قراءة الكسر يكون معناه الذين أخلصوا له العبادة، والمعنيان متلازمان لأن كل من أخلص الله العبادة لأن كل من أخلص لله العبادة قد أخلصه الله لنفسه. نعم متلازمان. طيب في مجرير ذكر القولين ما تكلم عليه في هذا الموضع ابن جرير ابن جوزي عادة يذكر الأقوال فيها كذلك. ابن جوزي قال فقط أي أخلصنا العبادة لله عز وجل. طيب أحسن الله عليكم. يقول تعالى مخبرا عن مشركي قريش وإن كانوا أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليقولون على وجه التمني لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أي لو جاءنا كتاب أو نبي يذكرنا بأمر الله كما جاء للأولين قبلنا لكنا عباد الله المخلصين، أي ممن أخلصوا لله في العبادة وهم كذبة في ذلك، فإنه قد جاءهم أفضل الذكر وأعظمه وهو القرآن العظيم، وجاءهم أفضل المرسلين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كفروا عنادا وكبرا، ولهذا قال تعالى فكفروا به، أي لما جاءهم وعلم بذلك أنهم متمردون على الحق، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم في المستقبل، وهذا تهديد ووعيد لهم بالعذاب. طيب يقال في القراءة قراءة المخلصين السبعية. نعم نعم نقول نقول في هذه في قوله المخلصين قراءتان فتح اللام والمراد الذين اصطفاهم الله خلصهم الله واصطفاهم، والمخلصين وبالكسر المخلصين الذين أخلصوا لله العبادة بس. بالكسر ما ذكر ابن جوزي ولا ابن برودي الماوردي ها؟ هذا الشيخ محمد غيره، هذا الشيخ محمد الشيخ السعدي لأخلصنا العبادة بل لكنا المخلصين على الحقيقة. كلام الشيخ السعدي السعدي قال يخبر تعالى أن هؤلاء المشركين يظهرون التمني ويقولون لو جاءنا من الذكر والكتب ما جاء الأولين لأخلصنا لله العبادة بل لكنا المخلصين على الحقيقة أو المخلصين. نعم يذكر مثل ما ذكر الشيخ محمد من ذكر قراءة المخلصين ذكرها القرطبي وقرا السبعية شيخنا سبعية هي المخلصين. طيب قرأ ذكرها القرطبي ما ذكره قرأ
كل المواضع أحسن وليكن الاتجاه فيها في القرآن المخلصين قرأت في القراءتين دعم يذكرها في مواضع أخرى نعم يمكن ذكرها في كل في جميع المواضع أيوة نعم نعم الذين يقرأونها بالكسر الظاهر أنهم طيب. ابن عامر وأبو عمرو البصري من السبع طيب في متعرض لها المفسرين الآن هؤلاء وحيان متعرض السادي تعرض لها أحسن الله ليش في تفسير سورة يوسف من هو؟ هذه يمكن أول موضوع تعرض لتفسير القراءتين في تفسير سورة يوسف لأنها هي أول موضع في القرآن نعم لأنها أول موضع ذكرت فيه المخلصين في القرآن شوف كلام في هناك يوسف إيش الآية إنه من عبادنا إنه من عبادنا المخلصين قراءة حفص المخلصين أيوة قراءة كل الكوفيين نعم الكوفيون ونافع قرأوها بالفتح من السبع هذه الآية في الصفات قال المكي بن أبي طالب في تفسيره ثم قال لك لكنا عباد الله المخلصين أي المخلصين أي الذين أخلصوا لله الطاعة هذا على قراءة من كسر اللام ومن فتحها فمعناه لكنا عباد الله الذين أخلصهم الله واختارهم لطاعته يقول في المخلصين فيها قراءتان الفتح الذي اصطفاه الله واصطفاهم الله وأخلصهم لطاعته وبالكسر المخلصين الذين أخلصوا عبادتهم لله عز وجل الشيخ الشنقيطي قال في سورة يوسف قال المخلصين وفيه قراءتان قراءة باسم الفاعل وأخرى باسم المفعول فورده باسم الفاعل يدل على كونه آتيا بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص ووروده باسم المفعول يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته هذا في جميع القرآن فيها من نص على في جميع القرآن فيها القراءتان أي والمخلصين في جميع القرآن في جميع مواضعها تقرأ بالفتح وبال من نص على هذا؟ نعم من نص على هذا؟ علماء القراءات شيخنا راجع الشاطبي قال وفي كاف فتح اللام في مخلصين ذكرها نفس الشيء الشاطبي ذكرها في سورة يوسف طيب وهو في المخزن كله حصن يا رمز الليل الكوفيين والشاطبي ذكر قال وفي المخلصين الكل جميع المواضع القرآن ايش ذكرها في بيت في الشاطبية قال وفي كاف فتح اللام في مخلصا ثوى وفي المخلصين الكل حصن تجملا الكل يعني كل المواضع التي وردت فيها طيب هذا مثل ما ذكر هنا مكي والشيخ محمد نعم يقول فيها قراءتان الفتح الذي اصطفاهم الله واخلصهم واختارهم والجر الذين اخلصوا عبادتهم وتوحيدهم لله عز وجل ثم قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أي كلمته تعالى التي سبقت كتابتها في اللوح المحفوظ كقوله تعالى في الآية الأخرى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولهذا قال تعالى هنا إنهم لهم المنصورون أي على أعدائهم في الدنيا والآخرة كقوله تعالى في الآية الأخرى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وإن جندنا لهم الغالبون أي لهم العاقبة الحميدة كقوله تعالى والعاقبة للمتقين ففي هذه الآيات وعد من الله تعالى لعباده المرسلين وأتباعهم من المؤمنين بالنصرة والغلبة
وإن أصابهم قبل ذلك شدة وبلاء لكن العاقبة الحميدة لهم. ولقد سبقت كلمتنا أحسن عليكم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أي كلمته تعالى التي سبقت كتابتها في اللوح المحفوظ كقوله تعالى في الآية الأخرى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ولهذا قال تعالى هنا إنهم لهم المنصورون أي على أعدائهم في الدنيا والآخرة كقوله تعالى في الآية الأخرى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإن جندنا لهم الغالبون أي لهم العاقبة الحميدة كقوله تعالى والعاقبة للمتقين. ففي هذه الآيات وعد من الله تعالى لعباده المرسلين وأتباعهم من المؤمنين بالنصرة والغلبة وإن أصابهم قبل ذلك شدة وبلاء لكن العاقبة الحميدة لهم. سبق أن النصر يكون بالحجة والبيان ويكون بالسيف والسنان فهم على كل حال منصور بالحجة والبيان. سبق معنى هذا السبق. نعم نعم الزرافة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إيه لكن النص على أن النصر في الدنيا يكون بالحجة والبيان ويكون أحيانا بالسيف والسنان. ما من المفسرين ما أضافوه هذا الحافظ من الحجة والبيان. نعم ألا يذكرون كذلك منها الثبات على الحق إنه من النصر. نعم وثبت الحق شك النصر المكالية الرسول وليس معه أحد. نعم مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرسول وليس معه أحد والله سبحانه وتعالى يقول إنا ننصر رسلنا. بالحجة والبيان هذا في كل الأوقات. البغوي يقول قال ابن عباس إنا ننصر رسلنا قال ابن عباس بالغلبة والقهر وقال الضحاك بالحجة وفي الآخرة بالعذر. بالعذر نعم وقيل بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين. بالحجة وقيل بالعذر نعم وقال الضحاك بالحجة وفي الآخرة بالعذر وقيل بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين فهم منصورون بالحجة على من خالفهم وقد نصرهم الله بالقهر على من ناوأهم وإهلاك أعدائهم ونصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم كما نصر يحيى بن زكريا لما قتل به 70,000 فهم منصورون بأحد هذه الوجوه. هذا البغوي شيخ البغوي والحافظ. نعم نعم وأحسن عليكم وهنا في سورة الصفات قال البغوي إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون أي حزب الله لهم الغلبة بالحجة والنصرة في حزب الله لهم الغلبة بالحجة والنصرة في العاقبة. يعني يضاف الحجة والبيان والنصرة في العاقبة. الحجة في البيان والنصرة والغلبة في الآية في الآجلة أو في الآجلة أو في الآخرة. البغوي يقول في العاقبة. نعم يعني العاقبة تكون إما في الدنيا أو في الآخرة.
الحجة والبيان في الدنيا وفي العاقبة، أو في العاقبة يقول أو أحسن الله إليكم. قال لهم الغلبة بالحجة بالحجة والنصرة والنصرة في العاقبة. وليك كلام يعني اجمع هذا. نقول بالنصر بالحجة والبيان والنصرة في العاقبة ضافنا تضاف إلى على أعدائهم في الدنيا والآخرة. نعم النصرة بالحجة والبيان في الدنيا والنصرة في العاقبة. والعاقبة قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة. نعم قد تكون في الدنيا والآخرة. الحجة والبيان في الدنيا وفي النصرة في العاقبة. نعم أحسن الله إليكم. كقوله تعالى في الآية الأخرى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وإن جندنا لهم الغالبون أي لهم العاقبة الحميدة كقوله تعالى والعاقبة للمتقين. ففي هذه الآيات وعد من الله تعالى لعباده المرسلين وأتباعهم من المؤمنين بالنصرة والغلبة وإن أصابهم قبل ذلك شدة وبلاء لكن العاقبة الحميدة لهم. ثم قال الله تعالى فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فتول عنهم حتى حين أي أعرض عن هؤلاء المكذبين المعاندين صابرا على أذاهم حتى يأتي أمر الله لك بقتالهم، وهذا في مكة قبل شرعية الجهاد. وأبصرهم أي أنظرهم وارتقب ما سيحل بهم من العذاب والنكال لكفرهم وعنادهم وتكذيبهم. فسوف يبصرون أي ما ينزل بهم من عذاب الله، وهذا وعيد وتهديد لهم. أفبعذابنا يستعجلون إنكار عليهم استعجال العذاب، وهذا منهم على وجه الاستهزاء والسخرية والتكذيب بوقوعه، وهذا من جهلهم وضلالهم مع أنه واقع بهم لا محالة. ولهذا قال تعالى فإذا نزل بساحتهم أي فإذا نزل العذاب بأرضهم، والمعنى نزل بهم العذاب. فساء صباح المنذرين أي فبئس الصباح صباحهم وما أسوأه من صباح، لأنه صباح الشر والعقوبة والاستئصال. وتول عنهم حتى حين أي أعرض عنهم حتى يأذن الله بعذابهم. وأبصر فسوف يبصرون أي أنظرهم فسوف يرون ما يحل بهم. وكرر الأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتولي عنهم والوعد والوعيد على وجه التأكيد. وكرر الأمر لنبيه بالتولي علي عنهم والوعد والوعيد على وجه التأكيد. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فتول عنهم حتى حين أي أعرض عن هؤلاء المكذبين المعاندين صابرا على أذاهم حتى يأتي أمر الله لك بقتالهم، وهذا في مكة قبل شرعية الجهاد. وأبصرهم أي أنظرهم وارتقب ما سيحل بهم من العذاب والنكال لكفرهم وعنادهم وتكذيبهم. فسوف يبصرون أي ما ينزل بهم من عذاب الله، وهذا وعيد وتهديد لهم. أفبعذابنا يستعجلون إنكار عليهم استعجال العذاب، وهذا منهم على وجه الاستهزاء والسخرية والتكذيب بوقوعه، وهذا من جهلهم وضلالهم
مع أنه واقع بهم لا محالة. ولهذا قال تعالى: فإذا نزل بساحتهم، أي فإذا نزل العذاب بأرضهم، والمعنى نزل بهم العذاب. فساء صباح المنذرين، أي فبئس الصباح صباحهم وما أسوأه من صباح، لأنه صباح الشر والعقوبة والاستئصال. وتول عنهم حتى حين، أي أعرض عنهم حتى يأذن الله بعذابهم. وأبصر فسوف يبصرون، أي أنظرهم فسوف يرون ما يحل بهم. وكرر الأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتولي عنهم والوعد والوعيد على وجه التأكيد. وكرر الأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتولي عنهم والوعد والوعيد على وجه التأكيد. ما قال الله تعالى: الوعد، أين الوعد؟ وأبصر فسوف يبصرون، وقبلها وأبصرهم فسوف يبصرون. في وعد أنا ولا وعيد؟ نعم. ها؟ وعد. وعد في قوله وأبصر، ووعيد لهم في قوله فسوف يبصرون. وأبصر هذا أمر بالإبصار، أبصر هذا وعد الأمر، أبصر تولى عنه وعد. نعم. الله أنه وعد سيرى ما سيحل بهم. وعد أبشكال أشكال بكثير. يقول: أي أنظرهم وارتقم ماذا يحل بهم من العذاب والنكال على مخالفتك وتكذيبك. ولهذا قال: على وجه التهديد والوعيد فسوف يبصرون. ثم قال عز وجل: فبعذابنا يستعجلون. تأكيد. نعم. الثاني قال: تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك. قالوا إيش يقول الحافظ؟ الحافظ يقول: وأبصرهم فسوف يبصرون، أي أنظرهم وارتقم ماذا يحل بهم من العذاب والنكال على مخالفتك وتكذيبك. ولهذا قال: على وجه التهديد والوعيد فسوف يبصرون. نعم. وعيد الوعد في وعد. نعم. ابن عاشور قال في تفسيره: وأبصرهم تفريع لإنذارهم بوعيد قريب على بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بقربه، فإن ذلك البصر يسر النبي صلى الله عليه وسلم ويحزن أعداءه. وتفريع فسوف يبصرون على وأبصرهم تفريع لإنذارهم بوعيد قريب على بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بقربه، فإن ذلك البصر يسر النبي صلى الله عليه وسلم ويحزن أعداءه. ففي الكلام اكتفاء، كأنه قيل: أبصرهم وما ينزل بهم فسوف تبصر ما وعدناك، وليبصروا ما ينزل بهم فسوف يبصرونه. هنا قال: فسوف تبصر ما وعدناك، أشار إلى الوعد. فسوف تبصر، فسوف تبصر ما وعدناك. طيب أعجب قول هنا. أحسن الله عليكم. وأبصر فسوف يبصرون، أي أنظرهم فسوف يرون ما يحل بهم. وكرر الأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتولي عنهم والوعد والوعيد على وجه التأكيد. طيب. ثم قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ختم الله تعالى هذه السورة الكريمة بقوله: سبحان ربك، أي تنزه وتقدس، رب العزة أي صاحب العزة التي لا ترام، عما يصفون أي عما يصفه به هؤلاء المشركون الآثمون من النقائص والعيوب. وسلام على المرسلين، أي سلام من الله عليهم في الدنيا والآخرة،
لسلامة ما قالوه في ربهم من الإثم والبهتان. وسلام على المرسلين. وسلام على المرسلين، أي سلام من الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم من الإثم والبهتان. والحمد لله رب العالمين، أي له تعالى الحمد بجميع أنواعه ملكا واستحقاقا لما له من الأسماء الحسنى ومن صفات الكمال ونعوت الجلال، ولما له من النعم العظيمة على عباده والتي لا تحصى. والتي لا تعد وإن تعد لا تحصى، نعم تحصى أدق من تعد ها؟ هنا والتي لا تحصى فقط. نعم طيب. سبحان ربك، سبحان ربك رب العزة. ختم تعالى هذه السورة الكريمة بقوله سبحان ربك، أي تنزه وتقدس، رب العزة أي صاحب العزة التي لا ترام، عما يصفون أي عما يصفه به هؤلاء المشركون الآثمون من النقائص والعيوب. وسلام على المرسلين، أي سلام من الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم من الإثم والبهتان. والحمد لله رب العالمين، أي له تعالى الحمد بجميع أنواعه ملكا واستحقاقا لما له من الأسماء الحسنى ومن صفات الكمال ونعوت الجلال، ولما له من النعم العظيمة على عباده والتي لا تحصى. نعم سم. قلتم أحسن الله إليكم استفهام إنكاري، والمعنى أيختار لنفسه أردى الصنفين وهو البنات. قل أدور الصنفين. نعم عدنا في موضع أيضا قبله، وجعلهم لله تعالى الأردى والأدنى. نعم. لكن أحسن الله إليكم في سورة الزخرف ذكرتم هذا أحسن الله إليكم، قلتم ونسبتهم له تعالى أرضى الصنفين في قوله أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. عبارة أحسن الله إليكم من كثير في سورة الزخرف أرضى أحسن يعبروا بأرضى لا بس يعني تعدل في سورة الزخرف أيضا أم تبقى؟ لا تبقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بمعنى الأدون يعني متقاربة. نعم. تفسير سورة فاطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. قلتم حفظكم الله، هذه السورة الكريمة من السور التي افتتحها الله بحمد نفسه فقال الحمد لله للاستغراق، واللام في لفظ الجلالة للملك والاستحقاق، والمعنى أن الحمد بجميع أصنافه وأنواعه وأجناسه كله لله تعالى ملكا واستحقاقا، كما في الحديث اللهم لك الحمد كله. والحمد معناه الثناء على المحمود بصفاته وأفعاله الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والله تعالى هو مالك الحمد كله، وهو المستحق لأن يحمده عباده. والله تعالى هو مالك الحمد كله. قلتم والحمد معناه الثناء على المحمود بصفاته وأفعاله الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. نعم. والله تعالى هو مالك الحمد كله، وهو المستحق لأن يحمده عباده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وعلى نعمه وإحسانه على عباده، وعلى عظم مخلوقاته الدالة على بديع صنعه وكمال قدرته وسعة ملكه. فاطر السماوات والأرض،
أي موجدهما ومنشئهما ومبدعهما على غير مثال سابق. يقال فطر الشيء أي ابتدع خلقه على غير مثال سابق. جاعل الملائكة رسلا أي وسائط وسفراء إلى من يشاء من عباده من الأنبياء وغيرهم، وبما شاء تعالى من أمره الشرعي والقدري. أولي أجنحة أي أصحاب أجنحة يطيرون بها لتنفيذ أمر الله تعالى وتبليغه على وجه السرعة. أولي أجنحة، نعم، أي أصحاب أجنحة يطيرون بها لتنفيذ أمر الله تعالى وتبليغه على وجه السرعة، مثنى وثلاث ورباع، أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة ومنهم من له أكثر من ذلك. كما في الحديث جبريل، هذا نعرف الحين جبريل تبدى النبي صلى الله عليه وسلم 600 جناح، كل جناح يسد الأفق، راه على هذه الصورة مرتين، مرة في الأرض أول البعثة ومرة في السماء ليلة المعراج. نعم، أحسن الله عليكم. كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلق عليها وله 600 جناح، فهو تعالى يزيد في خلقه ما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته تعالى. ولهذا قال تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، وهذا يعم كل زيادة في مخلوقاته كزيادة بعضها على بعض في العدد والكثرة وزيادة الأعضاء المعهودة كما في أجنحة الملائكة وزيادة الصفات الظاهرة والباطنة من الكبر والصغر والطول والقصر. نعم، بعض المفسرين حسنائكم يقول الاختصاص والاستحقاق، يعني ما الفرق بين الاختصاص والملك؟ الاختصاص يعني يكون أولى من غيره، يعني أقل من الملك، يعني أقل من الملك اختصاصا، يعني خص به من غيره، يعني كان يعني أقل من الملك، نعم، يختص به ما اتصف بالصفة وما أشبه ذلك. شو الفرق بين الاختصاص؟ فيه فروق، نعم، فيه في ما يكون الفروق. الملك عام شيخنا، ها؟ يكون الاختصاص خاص من الملك ما ذكرنا، في فروق العلماء الألف في الفروق، منها الفروق بين الملك والاختصاص. الشيخنا الشيخ السعدي يقول الألف واللام للاستغراق، فجميع أنواع الحمد من الصفات الكاملة العظيمة والأفعال التي ربى بها العالمين. هذا عند آخر السورة، الحمد لله رب العالمين، كنا نقرأ الآن سورة الصفات. أين يقول الاستغراق؟ يقول الألف واللام للاستغراق، فجميع أنواع المحامد من الصفات الكاملة العظيمة والأفعال التي ربى بها العالمين وأدر عليهم فيها النعم وصرف عنهم بها النقم ودبرهم تعالى في حركاتهم وسكونهم وفي جميع أحوالهم كلها لله تعالى، فهو المقدس عن النقص، المحمود بكل كمال، المحبوب المعظم، ورسله سالمون مسلم عليهم. راجع الفرق الدقيق بينهما. الله يزيد في الخلق ما يشاء، وهذا يعم كل زيادة في مخلوقاته، وهذا يعم كل زيادة في مخلوقاته كزيادة بعضها على بعض في العدد والكثرة
وزيادة الأعضاء المعهودة كما في أجنحة الملائكة، وزيادة الصفات الظاهرة والباطنة من الكبر والصغر والطول والقصر والقوة والقدرة والحسن والجمال والعلم والذكاء إلى غير ذلك. يزيد في الخلق ما يشاء، العموم هذا. نعم. باويت تعرض لها. يزيد في الخلق ما يشاء، وهذا يعم. صلى الله عليه. لا شك. نعم. وهذا يعم كل زيادة. نعم. في مخلوقاته كزيادة بعضها على بعض في العدد والكثرة، وزيادة الأعضاء المعهودة كما في أجنحة الملائكة، وزيادة الصفات الظاهرة والباطنة من الكبر والصغر والطول والقصر والقوة والقدرة والحسن والجمال والعلم والذكاء إلى غير ذلك. وما ذكره المفسرون من أن الزيادة هي الأجنحة وحسن الصوت فإنما هو من باب التمثيل للحصر. والزيادة في الخلق تدل على كمال قدرة الله تعالى، ولهذا ختم الآية بقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء ولا يستعصي عليه أمر، وكل ما يسمى شيئا فهو تعالى قادر عليه. ومظاهر قدرة الله تعالى في خلقه كثيرة غير الزيادة في الخلق، منها قدرته تعالى على خلق المتضادات سواء الحسية أو المعنوية، ومنها قدرته تعالى على خلق ومظاهر قدرة الله تعالى في خلقه كثيرة غير الزيادة في الخلق، منها قدرته تعالى على خلق المتضادات سواء الحسية أو المعنوية، ومنها قدرته تعالى على خلق الشيء من ضده كإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي. طيب. ومنها قدرة بغوي قرطبي تكلم على العموم. نعم. قرطبي البغوي السعدي يقول: يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد بعض مخلوقاته على بعض في صفة خلقها وفي القوة وفي الحسن وفي زيادة الأعضاء المعهودة وفي حسن الأصوات ولذة النغمات. إن الله على كل شيء قدير، فقدرته تعالى تأتي على ما يشاءه ولا يستعصي عليها شيء، ومن ذلك زيادة مخلوقاته بعضها على بعض. طيب، شال باوي وقرطبي عليها: يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء. قال البغوي يقول: جاعل الملائكة رسلا مثنى وثلاثة ورباع. قال قتادة ومقاتل: وبعضهم له جناحان، وبعضهم له ثلاثة، وبعضهم له أربعة أجنحة. ويزيد فيها ما يشاء، وهو قوله: يزيد في الخلق ما يشاء. وقال ابن مسعود في قوله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال: رأى جبريل في صورته له 600 جناح. وقال ابن شهاب في قوله: يزيد في الخلق ما يشاء، قال: حسن الصوت. وعن قتادة قال: هو الملاحة في العينين.
وقيل هو العقل والتمييز. سلام الله عليكم. نعم. سلام الله عليكم. نعم. ابن جرير أحسن الله عليكم تكلم عن الزيادة أنها عامة. قال ابن جرير رحمه الله: وقوله يزيد في الخلق ما يشاء، وذلك زيادته تبارك وتعالى في خلق هذا الملك من الأجنحة على الآخر ما يشاء، ونقصانه عن الآخر ما أحب، وكذلك في جميع خلقه يزيد ما يشاء في خلق ما شاء منه، وينقص ما شاء من خلق ما شاء له، من خلق ما شاء له الخلق والأمر وله القدرة والسلطان. السلام عليكم. ابن عطية قال: قوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء تقرير لما يقع في النفوس من التعجب والاستغراب عند الخبر بالملائكة أولي الأجنحة، أي ليس هذا ببدع في قدرة الله تبارك وتعالى، فإنه يزيد في خلقه ما يشاء. وروي عن الحسن وابن شهاب أنهما قال: المزيد هو حسن الصوت. قال الهيثم الفارسي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي: أنت الهيثم الذي تزين القرآن بصوتك، جزاك الله خيرا. وقيل الزيادة الخط الحسن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الخط الحسن يزيد الحق وضوحا. وقال قتادة: الزيادة ملاحة العينين. وقيل غير هذا، وإنما ذكر هذه الأشياء من ذكرها على جهة المثال، لا أن المقصود هي فقط، وإنما مثلوا بأشياء هي زيادات خارجة عن الغالب المعتاد الموجود كثيرا. وباقي الآية بين. طيب. أحسن الله إليكم. الزركشي ذكر الفرق بين الملك والاختصاص. نعم. قال: الفرق بين الملك والاختصاص أن الملك يتعين بالأعيان والمنافع، والاختصاص إنما يكون في المنافع، وباب الاختصاص أوسع. إيش أن إيش؟ قال: الفرق بين الملك والاختصاص، نعم، أن الملك يتعلق بالأعيان والمنافع، والاختصاص إنما يكون في المنافع، وباب الاختصاص أوسع. يعني يملك الذات الرقبة، ويملك مثلا إذا ملك بيت ملك الرقبة وملك المنافع، أما الاختصاص يملك المنافع ولا يملك الرقبة، يختص، قد يكون اختصاص لأشخاص بعد أشخاص بعد أشخاص، قد يكون قد يشبه الإجارة بعضاً. أيضا كان الفرق بينه وبين الإجارة والاختصاص أيضا كذلك. هذا في إيش؟ هذا في كتاب منثور في القواعد الفقهية. منثور؟ نعم، في القواعد الفقهية. لمن؟ للزركشي، بدر الدين الزركشي. يذكر كذلك الفرق بينه وبين الاختصاص والإجارة والكنى. ذكر اللام. ما تيسر لي أصلي له. لكن أيضا أبو إسحاق الزجاج، الزجاجي أحسن يعني، في كتاب اللامات، كتاب ما ذكرتم في الملك، إيه في كتاب اللامات ذكر نحو ما ذكرت. طيب لعلك لام الملك نحو معناه متقارب مع لام الاستحقاق، وأنها كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكقولك: فالمنة في هذا لزيد، والفضل فيما أسديه إلي لزيد. ها، المنة لزيد. أتكلم عن لام الاستحقاق أحسن الله إليك. قال: خافضة لما يتصل بها كما تخفض لام الملك، ومعنياهما متقاربان، إلا أن فصلنا بينهما لأن من الأشياء ما لا تستحق ولا يقع عليها الملك ولام الاستحقاق، قوله عز وجل. هذا أبو إسحاق الزجاج أحسن. معك الآن؟ ها؟ معك؟ يستطيع إقرأ حسن. بسم الله. هنا موجود شيخ. موجود. قال: باب لام الاستحقاق. لام الاستحقاق خافضة لما يتصل بها كما تخفض لام الملك، ومعنياهما متقاربان، إلا أن فصلنا بينهما لأن من الأشياء ما تستحق ولا يقع عليها الملك. ولام الاستحقاق كقوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا،
وكقولك المنة في هذا لزيد والفضل فيه فيما تستيه إلي لزيد، ألا ترى أن المنة والفضل ليس مما يملك، وإن كان المملوك والمستحق حاصلين وإن كان المملوك والمستحق حاصلين للمستحق والمالك؟ ألا ترى أن المنة والفضل ليس مما يملك، وإن كان المملوك والمستحق حاصلين للمستحق والمالك؟ ولام الملك والاستحقاق جميعا من صلة فعل أو معناه لا بد من ذلك، وكذلك سائر حروف الخفض كلها صلات لأفعالها تتقدم وتتأخر عنها، كقولك الحمد لله رب العالمين والمال لزيد يقدر سيبويه فيهما معنى الاستقرار، تقديره عنده المال مستقر لزيد والحمد مستقر لله تعالى، وكذلك يقدر في الظروف كلها يقدر في الظروف كلها معنى الاستقرار، والفراء يقدر معنى الحلول والفراء يقدر معنى الحلول كقولك زيد في الدار، تقديره عنده زيد حل في الدار. وأما الكسائي فلم يحفظ عنه في ذلك تقدير، ولكن يسمي الحروف الخافضة والظروف كلها الصفات وينصبها لمخالفتها الأسماء. سلام الله عليه. ومنها قدرته تعالى على خلق الأصناف المختلفة والمتنوعة والمتفاوتة فيها، يزيد ولا شامل لعيش، يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء. وهذا يعم كل زيادة في مخلوقاته كزيادة بعضها على بعض في العدد والكثرة وزيادة الأعضاء المعهودة كما في أجنحة الملائكة وزيادة الصفات الظاهرة والباطنة من الكبر والصغر والطول والقصر والقوة والقدرة والحسن والجمال والعلم والذكاء إلى غير ذلك. وما ذكره المفسرون من أن الزيادة هي الأجنحة وحسن الصوت فإنما هو من باب التمثيل للحصر، والزيادة في الخلق تدل على كمال قدرة الله تعالى، ولهذا ختم الآية بقوله إن الله على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء ولا يستعصي عليه أمر، وكل ما يسمى شيئا فهو تعالى قادر عليه. ومظاهر قدرة الله تعالى في خلقه كثيرة غير الزيادة في الخلق، منها قدرته تعالى على خلق المتضادات سواء الحسية أو المعنوية، ومنها قدرته تعالى على خلق الشيء من ضده كإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي. وقدرته تعالى ومنها قدرته تعالى قدرته تعالى إيش وقدرته قبله قلتم ومظاهر قدرة الله تعالى في خلقه كثيرة غير الزيادة في الخلق، منها قدرته تعالى على خلق المتضادات سواء الحسية أو المعنوية، ومنها قدرته تعالى على خلق الشيء من ضده كإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، ومنها قدرته تعالى على خلق الأصناف المختلفة والمتنوعة والمتفاوتة مع أن أصلها واحد ومادتها واحدة كما في الثمرات والجبال والناس والدواب والأنعام وغيرها إلى غير ذلك من مظاهر قدرته سبحانه وتعالى في الخلق. وهذا يورث في قلب العبد تعظيم ربه عز وجل وحمده على بديع صنعه وكمال قدرته وسعة حكمته، وفيه الحث على التفكر في بديع خلقه تعالى. كلام ابن هشام أقرأه وأعطيه لإخواني في أحسن الله إليه. لام الاختصاص، لام الملك، معاني اللام الجار أحسن الله إليه.
تتكلم في تتعلق بالنحو الجر المعاني. أحسن الله إليك. قال أحسن الله إليك: واللام الجارة اثنان وعشرون معنى، أحدها الاستحقاق وهي الواقعة بين معنى وذات، نحو الحمد لله والعزة لله والملك لله والأمر لله، ونحو ويل للمطففين ولهم في الدنيا خزي. عطي يا أبا حسن المكبر مولانا النبي بن هشام. واللام أحسن الله إليكم، واللام جارة اثنان وعشرون. قال ابن هشام في مغني اللبيب. قال ابن هشام في مغني اللبيب: واللام الجارة اثنان وعشرون معنى، أحدها الاستحقاق وهي الواقعة بين معنى وذات، نحو الحمد لله والعزة لله والملك لله والأمر لله، ونحو ويل للمطففين ولهم في الدنيا خزي، ومنه للكافرين النار أي عذابها. والثاني الاختصاص. الأول هذا الاستحقاق هذا؟ أي نعم هذا الاستحقاق. الثاني الاختصاص نحو الجنة للمؤمنين، وهذا الحصير للمسجد، والمنبر للخطيب، والسرج للدابة، والقميص للعبد، ونحو إن له أبا فإن كان له إخوة، وقولك هذا الشعر لحبيب، وقولك أدوم لك ما تدوم. أدوم لك ما تدوم لي. الثالث الملك نحو له ما في السماوات وما في الأرض، وبعضهم يستغني بذكر الاختصاص عن ذكر المعنيين الآخرين، ويمثل له بالأمثلة المذكورة ونحوها، ويرجحه أن فيه تقليلا للاشتراك، وأنه إذا قيل هذا المال لزيد والمسجد لا، وإذا قيل هذا والمسجد لزم القول بأنها للاختصاص، مع كون زيد قابلا للملك أو للملك، لئلا يلزم استعمال المشترك في معنيه دفعة وأكثرهم يمنعه. يكفي على كل حال. طويلة، معاني متعددة يحتاج. نعم. السلام الله عليكم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يقول تعالى مبينا انفراده بالتدبير والعطاء والمنع: ما يفتح الله للناس من رحمة، رحمة نكرة في سياق الشر، فتعم كل رحمة كرزق وصحة وأمن وعلم وهداية إلى غير ذلك من الرحمات التي لا يحيط بها إلا الله تعالى، والتي من بها على من يشاء من عباده. فلا ممسك لها أي فلا يستطيع أحد حبسها ومنعها وردها. وما يمسك فلا مرسل له من بعده أي وما أمسك فلا يستطيع أحد أن يرسله ولا أن يعطيه من بعده تعالى. وهو العزيز الحكيم، ختم الله تعالى بهذين الاسمين لأنه تعالى عزيز يفعل ما يشاء ولا معارض له ولا ممانع، ولأنه حكيم في عطائه ومنعه يضع الأشياء مواضعها المناسبة. فأخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وفي معناه ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصلاة عند رفعه من الركوع وبعد السلام: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والنصوص من الكتاب والسنة كثيرة تدل على ذلك، وكلها تفيد بأن الله تعالى وحده من بيده الأمر كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأنه المتفرد بالعطاء والمنع والضر والنفع والخفض والرفع والعز والذل ونحو ذلك، وما وقع من ذلك على أيدي المخلوقين
فإنه من أسباب جعلها الله تعالى في أيديهم، وإلا فالأمر كله بيده تعالى وحده، وليس لأحد غيره تعالى من الأمر الشيء. وهذا يقتضي دعاءه ومسألته دون ما سواه، ويوجب التوكل عليه والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه والاستعانة به والثقة به والتعلق به والانقطاع عن الخلق وعدم النظر إلى ما في أيديهم. وهذا يوجب، وهذا يقتضي، يقتضي دعاءه ومسألته تعالى دون ما سواه، ويوجب التوكل عليه والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه والاستعانة به والثقة به والتعلق به والانقطاع عن الخلق وعدم النظر إلى ما في أيديهم، كما يورث في قلب العبد الراحة والطمأنينة. وأنه المتفرد بالعطاء والمنع والضر والنفع والخفض والرفع والعز والذل، أو يقال والإعزاز والإذلال، لأن ما قبلها كله من أفعال الله. العز نتيجة الإعزاز، الخفض مثل الخفض والرفع والعز، مثل الخفض خفض والرفع وإيش ذل. العزيز من عزه الله والذليل من ذله الله، هو المفرد بهذا سبحانه، يعز من يشاء متلازما، نتي العز نتي الإعزاز. أحسن الله عليك. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قلتم أحسن الله إليكم. يا أيها الناس، الخطاب للناس جميعا، ويتأكد في حق المشركين، لأن السياق في تقرير توحيد الألوهية. اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة مفرد مضاف يعم جميع النعم الدينية والدنيوية التي لا تحصى كثرة، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وذكر النعمة يستلزم شكرها وعدم كفرانها، وأصل الشكر يستلزم شكرها وعدم أحسن الله إليكم. وذكر النعمة يستلزم شكرها وعدم كفرانها، وأصل الشكر توحيد الله وإخلاص الدين له. والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فشكر القلب الاعتراف بها وأنها من الله تعالى، وشكر اللسان الثناء على الله بها، وشكر الجوارح استعمالها في طاعة الله تعالى. ثم نبههم الله تعالى على أصول النعم، وهي نعمة الخلق والإيجاد ونعمة الرزق والإمداد. فقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات وغيره؟ وهذا استفهام تقرير بمعنى النفي. إيش هذا؟ أحسن الله إليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات وغيره؟ وهذا استفهام تقرير بمعنى النفي، والمعنى: لا خالق لكم غير الله غير الله. أحسن الله إليكم. ولا رازق لكم سواه. والمشركون مقرون بربوبية الله تعالى، فيلزمهم من ذلك أن يقروا بأنه الإله المعبود وحده، وأن يفردوا بالعبادة دون ما سواه، وأن يفردوه بالعبادة دون ما سواه. ولهذا قال تعالى: لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، ولا يستحق العبادة غيره، لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعم العظيمة على عباده، فهو المعبود بالحق وغيره معبود بالباطل. فأنى تصرفون، الاستفهام للتعجب. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير.
فأنا تصرفون الاستفهام للتعجب والإنكار، والمعنى كيف تصرفون عن عبادة الله تعالى وحده إلى عبادة غيره بعد قيام البراهين والدلائل على أنه تعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه، من كونه تعالى هو الخالق والمالك وهو المنعم المتفضل. والاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية كثير في القرآن الكريم، وذلك لأن الربوبية من خصائصه تعالى المقتضية تفرده بالألوهية إذ لو كان معه إله آخر لكان مشاركا له في ربوبيته كما شاركه في إلهيته. ثم قال تعالى حسن الله إليكم، فأنا تصرفون الاستفهام للتعجب والإنكار. فأنا تؤفكون أي تصرفون، تفسير أي كيف تصرفون. قوله فأنا تؤفكون حسن الله إليكم، قوله فأنا تؤفكون أي فأنا تصرفون أي طيب فأنا أو كيف تصرفون حسن الله إليكم، فأنا تؤفكون أي أن تصرفون. نعم. أي أن تصرفون الاستفهام للتعجب والإنكار، والمعنى فكيف تصرفون عن عبادة الله وحده إلى عبادة غيره بعد قيام البراهين والدلائل على أنه تعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه، من كونه تعالى هو الخالق والمالك وهو المنعم المتفضل. والاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية كثير في القرآن الكريم، وذلك لأن الربوبية من خصائصه تعالى المقتضية تفرده بالألوهية إذ لو كان معه إله آخر لكان مشاركا له في ربوبيته كما شاركه في إلهيته. ثم قال تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. لو كان له صلى الله عليه وسلم آخر ما قرأت الجملة، إذ لو كان معه إله آخر لكان مشاركا له في ربوبيته كما شاركه في إلهيته. ثم قال تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. قلتم أحسن الله إليكم، يقول الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وإن يكذبوك أي كفار قريش فقد كذبت رسل من قبلك، أي فصبروا على ذلك إلى أن نصرهم الله تعالى وأهلك أعداءهم، فلك يا محمد أسوة بهم، فاصبر كما صبروا فإن العاقبة الحسنة لك ولأتباعك. فهذه تسلية من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من تكذيب قريش به، وأمر له بالتأسي بالمرسلين من قبله، وقد امتثل أمر ربه تعالى فكان أفضل الصابرين. وإلى الله ترجع الأمور أي جميع الأمور مرجعها ومردها إلى الله تعالى وحده، فهو الذي يصرفها ويدبرها كما يشاء وفق حكمته وحكمه تعالى، فهو الحاكم الذي لا معقب لحكمه. وفيه تهديد ووعيد لكفار مكة وأن الله سيجازيهم على تكذيبهم أوفر الجزاء. حسن الله إليكم، قلتم وفيه تهديد ووعيد لكفار مكة في قول الله تعالى إلى الله ترجع الأمور، أهل مكة على سبيل الحصر لكل من نحى نحوهم، يعني كفار قريش يعني المعروف. حسن الله عليكم، وفيه تهديد ووعيد لكفار مكة وأن الله سيجازيهم على تكذيبهم أوفر الجزاء. حسن الله عليكم، وأن الله سيجازيهم على تكذيبهم أوفر الجزاء. وفيه تهديد ووعيد لكفار مكة وأن الله سيجازيهم على تكذيبهم أوفر الجزاء. ثم قال تعالى
يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كف على هذه الآية بركة. وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله الجميع لطاعته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.